إلى ذوي الهمم من أصحاب الشجاعة والصبر، إلى أصحاب الذوق الرفيع ومضرب الأمثال، والأقوياء الذين يقبلون جميع التحديات، والذين يقدمون تضحيات متفانية، إلى من يقومون بحل المشاكل، إلى الرجال المغامرين، الحارس، المصور، الفارس، العامل الماهر، والرجل الحديدي، إلى المرافق للأم بكل ما لديه من الحنان. أهي لكم أيها الرجال العظماء، ماكينة الحلاقة والتجديب للرجال من فيليبس، احتفالاً بالأبوة.